شكون اللي ماكل الجوهرة؟ حمزة مسجل الهدف الثالث. يا سلام يا سلام، والهدف الهدف ديال الرابع، هدف الرابع ديال الرابع، هدف الرابع ديال الرابع. قيدوم لاعب نادي القصري سابقا. الخبز اش غايدير الخبز؟ كيف على كرة خط 4-1 لصالح فريق جوهرة العراقي. أول انتصار كنظن، ظن أول انتصار لصالح فريق رجع العريش هذا الموسم. قد فطويلة طويلة طويلة الحارس والعلم طنجة. 4-1 نتيجة مسرة، نتيجة مفرحة للفريق ديال الجوهرة اللي إن شاء الله غادي يجعلو يفكر ماليا في المقابلة المقبلة، يخرج من بقعة الديل. هدف لصالح فريق علم طنجة. 4-2 دابا النتيجة، 4-2. نعتذر على عدم إظهار الهدف، كان في غفلة من الجوهرة. Thank you.
تحيه في المباراه بفوز جوار تعرقيش، اول فوز هنيئا، اول فوز في البطوله 4-2 جوار تعرقيش على فريق علم طنجه.